إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة كلها بمصر وبأهلها، فقال بأبي هو وأمي: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر، أحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الشهر ده بيشهد ذكرى دخول الإسلام مصر اللي مر عليه 1381 عام، لأن الإسلام دخل مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد ما تمكن المسلمين من فتح الشام وبيت المقدس. وكان سقوط حصن بابليون في 16 أبريل من عام 641 ميلاديا الموافق 22 هجريا بداية الدعوة الإسلامية في مصر. وموضوع دخول المسلمين مصر بتدور حواليه أقاويل كتيرة جدا من المسيحيين، وخاصة المنصرين اللي بيروجوا الأفكار ومفاهيم مغلوطة، زي مثلا لما العرب المسلمين دخلوا مصر ده ما اسموش الفتح العربي، ده اسمه احتلال، وإن العرب لما جم دمروا الحضارة المصرية العريقة. أستاذ عادل جندي، حضرتك مؤلف كتاب حكايات الاحتلال وتصحيح بعض المفاهيم. الكتاب كما رأيت يناقش مسألة دخول الإسلام ودخول العرب إلى مصر، ويقول تصحيح بعض المفاهيم المعروفة أو المتداولة بين الناس. لماذا هذا الكتاب؟ الحقيقة هو بيناقش فترة ما أسميه الاحتلال، ودي بتثير مشكلة في أذهان الناس طبعا، وأثرت الكتاب أثار مشكلة في السوق، لأن من ساعة دخول العرب حتى قريبا جدا في احتلال مستمر، وللأسف لسه في ناس عايشين لحد دلوقتي مقتنعين بالكلام ده ويرددوه بكل ثقة، ودول الفئة اللي ما تعودوش إنهم يفكروا، وكمان بسبب ضعف معرفتهم التاريخية. وعلشان محدش يضحك على الناس دي ويشككهم في تاريخهم، هحاول اوضح للناس دي الغلط فين واقول لهم الصح، علشان محدش يضحك عليهم ويشككهم في تاريخهم. فيا ترى دخول المسلمين مصر كان فتح ام احتلال؟ بداية قبل ما اتكلم في الموضوع اوضح المفاهيم المرتبطة بموضوعنا النهاردة. فيا ترى ايه الفرق بين الغزو والفتح والاحتلال؟ فالغزو هو قيام جيش دولة بدخول أراضي دولة تانية بغرض ضمها لدولته وفرض سيادة دولته عليها. ومصطلح الغزو بيتكرر كتير في التاريخ الإسلامي، سواء في وصف معارك الرسول صلى الله عليه وسلم بالغزوات، أو في وصف حكام لنفسهم بألقاب زي الملك أو السلطان الغازي. والغزو ممكن يؤدي لنتيجة من الاثنين، إما الفتح أو الاحتلال. والقاعدة اللي ممكن استنتاجها ان كل فتح بالنسبة لشعوب هو احتلال بالنسبة لغيرهم. فمثلا بريطانيا لما كانت بتوصف بانها الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، كانت بتعتبر حبها للهند على انه فتح. اما بالنسبة للهنود كانوا بيعتبروه احتلال. ونابليون بونابرت اللي كان الفرنسيون بيعتبروه من الفاتحين العباقرة، حملته على مصر بالنسبة للمصريين ما هي الا احتلال. وهنا حد ممكن يسأل سؤال منطقي ويقول: طالما المصريين بيعتبروا الحملة الفرنسية على مصر احتلال، ليه بيوصفوا دخول العرب بلدهم انه فتح مش احتلال؟ وعلشان نفرق بين وصفين فلازم نحط معايير نحدد على اساسها امتى نستخدم الوصف ده وامتى نستخدم الوصف التاني. فتعالوا نحط معايير تحكم على الحدث ده على انه فتح او احتلال. الدولة اللي دخل أرضها جيش دولة تانية، شعبها استقبل الحدث ده ازاي؟ هل رحب بالجيش اللي دخل بلده وضمها لدولته وتقبل ده، ولا رفض وقاوم الجيش اللي دخل فيها أرضه؟ هنا الواقع التاريخي بيقول إن المصريين ما قاوموش دخول العرب مصر، بل إن في نسبة كبيرة منهم رحبت بيه للتخلص من حكم الروم اللي كانوا بيحكموا مصر وقتها بالحديد والنار. وبخصوص دخول المسلمين مصر، نلاقي المناصر رشيد حمامي بيسأل ويقول: ما نسمعه الآن وما نسمعه يتردد حتى من كتاب مسلمين وشيوخ ومن
مسؤولين سياسيين في مصر أنه يعني لما دخل المسلمون مصر رحب الأقباط بهم واستقبلوهم كمحررين، لأنه كانوا مضطهدين تحت الحكم البيزنطي، أنه كانوا يعانون، فدخل المسلمون كمحررين. هل هذا صحيح أولا؟ هنا نلاقي رشيد بيدلس كالعادة وبيقول ما نسمعه من كتاب مسلمين وشيوخ مسؤولين سياسيين في مصر، أنه لما دخل المسلمين مصر رحب الأقباط بهم واستقبلوهم كمحررين. والمفاجأة اللي ما يعرفهاش متابع رشيد حمامي ان علماء وقساوسة مسيحيين هم اللي اكدوا ان الأقباط رحبوا بدخول المسلمين مصر، مش المسلمين بس. وكمان ذكروا معاناة الأقباط من معاملة الرومان ليهم. فتعالوا نشوف الأول وضع الأقباط عامة ووضع النصارى الأرثوذكس خاصة قبل دخول المسلمين مصر، ومن أقوال كتبهم وعلمائهم ومؤرخيهم. يقول الأنبا يؤنس في كتابه التاريخي مذكرات في تاريخ الكنيسة القبطية صفحة 13: في تلك الفترة حل بالأقباط من الإزلال ما لا عهد به من قبل في كل العصور، وتحملت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عذابات على يد ذلك المستعمر الملكاني. يقول ساويرس ابن المقفع في تاريخ البطارقة صفحة 46: وجمع هرقل قوات من مصر حتى أسوان وقاتل المسلمين 3 سنوات، وفرض على الأقباط الضرائب الباهظة بسبب الحرب، وعاد الشعب اللي هو الأقباط مدة 10 سنوات، وكان يحاول القبض على البابا بنيامين المختفي في الكنائس الحصينة، وكان يتنقل من مكان إلى آخر سرا. وفي كتاب شرح آباء مجمع نيقية صفحة 170: وأيضا من عهد المسيح إلى ظهور الإسلام كان المجوس والكفار من الروم وغيرهم يأخذون أموال النصارى ويسبونهم، وكان كل من قتل نصرانيا كمن قرب قربانا مقبولا وأدى فرضا لازما. يقول يعقوب نخل رفائيل في كتابه تاريخ الأمة القبطية صفحة 28: عندما شرع العرب يفتحون مصر كان المصريون في ضيق وضنك شديدين من الحكومة الرومانية الحديثة التي استردت البلاد من الفرس. وقبل هذا الفتح العربي بنحو 10 سنوات وضع أكثر ولاة مصر أيديهم على الجزية التي كانت تتقاضاها الحكومة الرومانية. ولما انتصر سيدنا عمرو بن العاص على جيش الروم فرح أقباط مصر فرح شديد، ويقوم قائد المسلمين سيدنا عمرو بن العاص باعت للأنبا بنيامين بابا الكنيسة في الوقت ده واللي كان هربان لسنوات طويلة بسبب الحكم الروماني، وقال له خلاص تقدر تتفضل وترجع تاني. وبالفعل يرجع البابا بتاعهم تاني ويعيشوا المسيحيين في حرية وعدل محدش شافه من قرون. وده مش كلامي أنا على فكرة، اسمع بنفسك يا سيدي الأنبا شنود. أريد أن أذكر أن الإسلام في جوهره وفي روحه وفي أساسه يعامل غير المسلمين معاملة طيبة، وأذكر أن عمرو بن العاص عندما أتى إلى مصر كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك 38 كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان 13 عاما لم يجلس على كرسيه، فلما أتى عمرو بن العاص أمنه على نفسه وعلى كنائسه، والكنائس التي أخذها منه الروم أرجعها إليه عمرو بن العاص، بل ساعده أيضا في بناء كنيسة في الإسكندرية. مش بس الأنبا شنودة اللي بيقول كده، ده الأنبا موسى أسقف الشباب كمان بيتفق مع الأنبا شنودة وبيقول: احنا ليه نسينا ان عمرو بن العاص هو اللي رجع البطرك بتاعنا الكرسي؟ لما جه كان في بطرك دخيل يوناني فرض علينا واضطهدنا، تصوروا مسيحي واضطهدنا لدرجة البطرك اختفى والأسقف اختفوا من كتر الاضطهاد. رجع عمرو بن العاص قال لهم فين، وجابوا ورجعوا كرسي واعاد له كل كنائسه. حاجة جميلة، هو ده الاسلام.
سبحان الله، الأنبا موسى بيقول بالرغم إن البطرك مسيحي لكنه اضطهدنا، وسيدنا عمر بن العاص عمرو بن العاص هو اللي أنصفنا. ويأكد الكلام ده كمان أحد القساوسة اللي بيشرح لنا عبارة دايما كنا بنسمعها ومحدش يعرف من معناها، ألا وهي اظهر وبان عليك الأمان. شكرا عمرو بن العاص، يا سلام ما عملهاش المقوقس المسيحي، عملها عمرو بن العاص المسلم، وقال له اظهر عليك الأمان، اظهر وبان عليك الأمان. آدي علة المثل بتاع اظهر وبان عليك الأمان، اللي بنقول البابا بنيامين كان متخفي، ما يمكن انتوا عرفتوا ان البابا أثناسيوس كان متخفي في إخميم وبيشتغل عند واحد حداد، والحداد ده مسيحي ومش عارف ان العامل اللي عنده اللي هو بيشقط فيه ويخليه يكنس الدكان ويقابل الزباين ويشتغل، مش عارف ان العامل ده يبقى البابا بتاع الكنيسة، كان متخفي بيهرب من الموت، مش خوف من الموت، لكن عشان ما فيش حد تاني يقتله ويروح جهنم بسببه. فهنا العهد الذي اطلقه عمرو بن العاص قال فيه الموضع الذي فيه بنيامين بطرك النصارى القبط له العهد والامان والسلامة من الله، فليحضر امنا مطمئنا ويدير حال بيعته وسياسة طائفته. فلما سمع القديس بنيامين هذا عاد الى اسكندرية بفرح عظيم بعد غيبة 13 سنة. واللي بيأكد كلام القساوسة دول مراجع ومصادر تاريخية، زي مثلا يقول ساويرس ابن المقفع في كتاب تاريخ البطاركة صفحة 47: وأعلم القائد سالونيوس بموضوع هرب بالبابا الشرعي المصري بنيامين من ظلم الروم، فطلب له الأمان، فعاد إلى كرسيه بالأسكندرية بعد غيبة 13 سنة، وشهد له ابن العاص بأنه لم يرى مثله في تقواه، وقال له: جميع كنائسك ورجالك اضبطهم ودبر ودير حالك أو دبر حالك. فدعا له بنيامين وأورد كلاما حسنا وأعجب ابن العاص والحاضرين عنده. يقول الدكتور نبيل لوقا بباوي في كتابه انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء صفحة 162: إنه كانت من نتائج عودة الأنبا بنيامين إلى كرسي البطريركية أن رجع كثير من المصريين إلى مذهب الأرثوذكسي بعد أن كانوا نبذوه نتيجة لاضطهاد هرقل قيصر الروم، وبعد أن تم لبنيامين لم شمل قوم من القبط اتجه إلى بناء ما كان هرقل قد هدمه من الكنائس والأديرة. ويقول يعقوب نخلة رفائيل في كتابه تاريخ الأمة القبطية صفحة 55: طلبه وكتب أمانا وأرسله إلى جميع الجهات يدعو فيها البطريرك للحضور، ولا خوف عليه ولا تسريب. ولما حضر وذهب بمقابلته ليشكره على هذا الصنيع أكرمه وأظهر له الولاء وأقسم له بالأمان على نفسه ورعيته، وعزل البطريرك الذي كان أقامت هرقل ورد بنيامين إلى مركزه الأصلي معززا مكرما. وهكذا عادت له المياه إلى مجاريها بعد اختفائه مدة طويلة قاس فيها ما قاسه من الشدائد. وكان بنيامين هذا موصوفا بالعقل والمعرفة والحكمة، حتى سماه البعض الحكيم. وقيل أن عمرو لما تحقق منه وقربه إليه وصار يدعوه في بعض الأوقات واستشيره في الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد وخيرها، من مظاهر فرحة الأقباط أيضا مساعدتهم لسيدنا عمرو بن العاص في دخول مصر. ومن المصادر اللي أكدت هذه المعلومة التاريخية المصادر التالية: يعقوب نخلة رفائيل في كتاب تاريخ الأمة القبطية صفحة 45: وجاء في بعض التواريخ أن جماعة المقوقس كانوا يمدون سرا للعرب في أثناء الحصار بالمؤنة والعلف. يقول الراهب البرموسي في كتابه حسن السير والسلوك في تاريخ البطاركة والملوك صفحة 226: ثم أخذ عمرو بن العاص رجاله الأبطال وصاروا، وكان يتقدمهم رؤساء الأقباط يسهلون لهم الطريق ويجهزون ما يحتاجونه من الأطعمة. يقول جاك تاجر في كتابه أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي صفحة 73:
ثم إن اهتمام عمرو بن العاص باليعاقبة جعلهم يبنون الآمال الكبيرة على المستقبل، مما حدا بالأسقف صويرس بن المقفع أن يصف شعورهم هذا بقوله: كانت الشعوب فرحين مثل العجولة الصغيرة إذا حل رباطهم وأطلقوا على ألبان أمهاتهم. وكان ساويرس على حق في وصفه ذلك، لأن الأقباط لم يعاملوا بهذه المعاملة اللينة منذ أمد بعيد. أضف إلى ذلك أن العرب أثناء ولاية عمرو لم يحاولوا أن يضغطوا على الأقباط ليعتنقوا الإسلام ولم يضطهدوهم. ومن كده نستنتج أن الحكاية ما كانتش نزاعات وحرب، بل كانت حالة توافق وتقبل وحسن معاملة وتعايش بين الأقباط والعرب المسلمين. نيجي بقى لتاني سؤال من الأسئلة اللي بتساعدنا نحدد دخول العرب المسلمين مصر فتح أم احتلال، وهو: هل لما تم ضم البلد لدولة أكبر هل اتعاملت البلد دي زي معاملة أقاليم الدولة التانية اللي انضمت ليها وبقت جزء منها من ناحية الخدمات واهتمام السلطة بيها وبشعبها، ولا بقت مجرد أرض بتسيطر عليها كموقع استراتيجي ومصدر للثروات اللي بيتم استنزافها وخلاص؟ لو بصينا هنلاقي قبل دخول العرب لمصر كانت مصر بالنسبة للرومان والبيزنطيين مجرد موقع استراتيجي مهم للسيطرة على طرق التجارة والحرب ومصدر للغلال والثروات، فما كانش فارق معاهم بقى لا الشعب ولا الناس ولا أي حاجة تانية. والرومان بالذات كانت دولتهم بتتوصف بأنها من الدول التي تأخذ ولا تعطي، يعني بتاخد منك ثروات وطاقات بشرية وما تستفدش منها بحاجة. على أساس كده بنوصف الحكم الروماني إنه احتلال. العرب بقى لما دخلوا مصر كانت أول حاجة عملها سيدنا عمرو بن العاص إصلاح للأحوال الفاسدة اللي كانت موجودة قبل كده، سواء من ناحية الضرائب ورفع المظالم اللي كان المصريين بيعانوا منها قبل كده، أو تنظيم العلاقة بين العرب والأقباط. كانت ليه رؤية تتعلق بمصر رفعها للخليفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما نبهه أن مصر بتحتاج نظام إدارة خاص بيها بتختلف عن الدول التابعة للدولة الإسلامية زي الشام والعراق. وعلشان كده في عهد الخليفة عثمان بن عفان لما اختلفت السياسة المالية المتعلقة بالضرائب المفروضة على المصريين، أبدى عمرو بن العاص اعتراضه الشديد على ده، فده معناه أنه كان في اهتمام بمصر إداريا يعادل الاهتمام بباقي المناطق التابعة للخلافة الإسلامية، لدرجة أن سيدنا عمرو بن العاص كان بيقول أن ولاية مصر تعادل عنده الخلافة الإسلامية نفسها. وفي حكاية للأسف منتشرة أن لما حصلت مجاعة في المدينة أمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص أنه يشق قناة من النيل للبحر الأحمر علشان يحمل عليها المعونات على السفن لأهل الحجاز المصابين بالمجاعة. فسيدنا عمرو بن العاص نبه الخليفة أن عمل زي ده هيستهلك كل حصيلة الخراج اللي هي الضرائب حاليا، فالخليفة قال له فليخرج خراج مصر لإعمار المدينة. ناس كتيرة بقى فهمت من القصة دي أن عادي أن مصر تخرب بس المدينة تعمر، لكن الحقيقة أن الكلام ده معناه واضح أن المقصود الخراج هو الضرائب مش مصر نفسها، يعني الضريبة اللي جاية أساسا ليه من مصر. وكمان طبعا مش منطقي ان الخليفة اللي كان بيقول ان لو تعثرت دابة في العراق لسؤل عنها عمر يوم القيامة يبقى بالنسبة له عادي خراب دولة تابعة ليه زي مصر، يعني هو هيخاف ربنا يسأله عن العراق ومش هيخاف ان ربنا يسأله عن مصر. واكيد المبادئ ما بتتجزئش، خاصة لما نكون بنتكلم عن خليفة زي سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان صارم جدا وعادل جدا في نظام الحكم. ولما استقرت الأوضاع في مصر عمرو بن العاص نظم إدارتها بحيث أن الإدارات المحلية تكون بإيدين المصريين باعتبار أن هم الأدرى بإدارة بلدهم، خاصة الإدارة الزراعية وكذلك الدوامين الرسمية، حتى جمع الخراج والجزية كانوا بيتموا من خلال المصريين نفسهم. واللي بيوضح الكلام ده يعقوب نخل الرفائيل في كتابه تاريخ الأمة القبطية صفحة 56 بيقول: ثم أخذ عمرو في تنظيم البلاد، وإذا كان يعلم أن صاحب الدار أدرى بما فيها استعان بفضلاء الأقباط وعقلائهم على تنظيم حكومة عادلة تضمن راحة الأهالي والوالي معا، فقسم البلاد إلى أقسام يرأس كل منها حاكم قبطي له اختصاصاته وحدوده المعينة.
وعين نوابا مخصوصين من القبط ومنحهم حق التدخل في القضايا المختصة بالأقباط والحكم فيها بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية، فكانوا بذلك في نوع من الحرية والاستقلال المدني، وهي مزية كانوا قد جردوا منها أيام الدولة الرومانية. أما الجزية فما كانتش اختراع إسلامي، لأنها كانت مفروضة في مصر قبل دخول الإسلام، واللي بيأكد الكلام ده شخص مسيحي وهو الدكتور نبيل لوقا بيباوي. فتعالوا نشوف بيقول إيه. يعني هو الجزية عشان المستشرقين في الغرب شوهوا كلمة الجزية. نعم. إنما حقيقة الجزية هي في حقيقتها ضريبة. نعم. لأن المسلم مكلف بدفع الزكاة. أيوه. المسيحي مش مكلف بدفع الزكاة. كويس. هينتفع ازاي بالبرافق بتاعت الدولة كلها؟ اتفضل. هل هينتفع بيها من غير ما يدفع حاجة؟ نعم. اتنين، هو علشان يدفع مش هيقدر يدفع جزء، فبيدفع ضريبة. ضريبة هي حقيقتها ضريبة. نعم. اسمها الجزء. نعم. دي مقابل انتفاع بالمرافق العامة، وبمقابل الانتفاع ان هو مش بيلتحق بالجيش. نعم. الاسلامي. نعم. لان هو مش مكلف ان هو يدافع من رحبة الاسلام بالاخر. نعم. ما هوش مكلف ان هو يدافع. نعم. عن عقيدة هو لا يؤمن بيه. نعم. فبالتالي غير مكلف انه يدخل الجيش الاسلامي، انما الجيش الاسلامي في الوقت نفسه بيحميه. اي. فالجزية لما بيدفعها جزء من نفقات الجيوش اللي بتحميه بتتاخد من داخل الارض. نعم. اتنين. أي. وده المهم، ان الجزية لما تيجي تحسبها. الو. مع حضرتك اتفضل. الو. معاك يا فندم اتفضل. الو. مع حضرتك احنا على الهواء سامعينك يا دكتور. سامعينك يا دكتور نبيل. الجزية لما بتيجي تحسبها هتلاقيها 1/25 من اللي كانوا بيدفعوها للدولة الرومانية البيزنطية. نعم. لاني لما جه الفتح الاسلامي في سنة 640. نعم. كان المسيحيين في مصر بيدفعوا 25 نوع من الضرائب. ايوه. فرضهم هرقل اللي هو امبراطور الدولة البيزنطية. نعم. لانه كان داخل في حروب مع كسرى امبراطور فارس. نعم. فكان بيدفع، فكان هيجيب تكاليف الحرب منين؟ من ان هو يفرض ضرائب على رعايا البلد، الولايات اللي تابعه ليه. نعم. نعم. فكاد فارض عليهم 25 ضريبة. أي. اخر ضريبة فرضها اللي هي ضريبة دفن الموتى، بحيث الميت ما يندفنش الا اذا دفع ضريبة. اه. و25 ضريبة لما تيجي تحسب 25 ضريبة حسبتهم انا في كتاب من الكتب اللي كتاب انتشار الاسلام بحد السيف. نعم. بدل الحقيقة والافتراء. نعم. لقيت ان الجزية اللي بتدفع 1/15 من الضرائب تدفع للامبراطورية الرومانية. طب سؤال يا دكتور نبيل كده. وايه اللي حصل الاتي كمان. اتفضل. الجزية دي معفي منها كل من هو غير قادر على حمل السلاح. نعم. يعني كل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والطفل والشيوخ والطلاب. نعم. والمرأة والعاجز والغير قادر. طب ممكن اسألك، كان حوالي 75% من الشعب في مصر معفيين من دفع الجزية. طب اسأل حاجة سؤال صغير. ومكلف 25%. اسأل حاجة سؤال صغير. قول. حافل بيه، انت عامل كتاب اسمه انتشار الاسلام بالسيف بين الحقيقة والافتراء. كده على طول وهاخد اجابة ملخصة، رأيت ذلك حقيقة ام افتراء؟ لا، هو انا فنيت الكلام ده، هو ما اتفرضش بالسيف. وده معناه ان المسلمين ما اخترعوش الجزية. انتوا عارفين مين اللي امر بالجزية؟
المسيح عليه السلام، فأنا مش هقول ولا هقرأ من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية، لكن هقرأ من الكتاب المقدس. ونفتح إنجيل متى الإصحاح 22 عدد 17 نلاقي اليهود بيسألوا المسيح عليه السلام: فقل لنا ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. يعني زي ما احنا شفنا المصريين كانوا بيشتركوا مع العرب في إدارة مصر، والكلام ده بيقودنا للرد على افتراءين تاريخيين بيترددوا طول الوقت. الأولاني إن العرب مسؤولين عن تدمير الحضارة المصرية القديمة، والتاني إن المصريين طول عمرهم خاضعين لحكم الغرباء. بالنسبة للافتراء الأول، فالواقع التاريخي بيقول إن الحضارة المصرية القديمة انتهت بغزو الفرس لمصر قبل الميلاد ب 300 عام تقريبا، وبعدين دخلت مصر في مرحلة حضارية جديدة هي المرحلة البطلمية، اللي هي امتزاج حضارات الشرق القديم بالحضارة اليونانية القديمة. بعد كده دخلت مصر في احتلال روماني ثم احتلال بيزنطي استمر لما يقرب من 700 عام. بعد كل ده جه العرب. بالمناسبة أغلب جنود الجيوش العرب المسلمين اللي جم مع سيدنا عمرو بن العاص كانوا من قبائل يمنية الأصل، يعني ما كانوش مثلا مجرد أعراب زي ما بيتقال من بعض المتعصبين، دول كانوا ناس ليهم أصول حضارية عريقة. أما بقى تهمة خضوع المصريين لحكم الغرباء بشكل دائم من بعد الفراعنة، فاعتراضنا عليها هيكون من سؤال بسيط. من واقع التاريخ المصري وتركيبة الشعب المصري وطبيعة مصر، فمصر عندها القدرة على استيعاب أعراق وثقافات مختلفة ومزجها ببعض. والسؤال بقى مين هو المصري؟ الإجابة بسيطة، هو اللي ربط نفسه بمصر وربطت مصر نفسها بيه. يعني مثلا في عصر الحضارة المصرية القديمة لما نلاقي ملك اسمه شيشنق من أصول ليبية أمازيغية بينحدر من نسل أسرة جده السابع هاجر لمصر، شيشنق ده بيأسس لأسرة بتحمل اسم الأسرة الليبية، ومع ذلك بيتحسب من الملوك المصريين القدماء. ده مش بيأكد لنا إن حضارة مصر أعمق من إنها تكون مرتبطة بعرق بعينه؟ لما نلاقي البطالمة بيتمصروا ويصبحوا جزء من تاريخ مصر، لما نشوف العرب بيتمصروا ويتسموا بالمصريين، لما نلاقي أحمد بن طولون بيجي مصر ويقيم فيها أول دولة مستقلة عمليا بعد الفتح العربي ويبقى واحد من أبطال تاريخ مصر، لما الفاطميين يجوا مصر ويأسسوا عاصمتها القاهرة العريقة وبيأثروا ويتأثروا بعادات وتقاليد المصريين، لما المماليك بتتقطع صلة كل واحد فيهم بوطنه الأصلي وبيعرفلوش وطن غير مصر اللي بيحارب علشانها، ويتحسبوا المؤرخين زي المقريزي وابن خلدون من طبقات أهلها، لما واحد ألباني زي محمد علي باشا بيتعرف بأنه مؤسس مصر الحديثة، ولما بنسمع في تاريخنا الحديث أسماء لناس أصولهم غير مصرية بس قدموا إبداعاتهم وحياتهم علشان مصر، زي مثلا محمود سامي البارودي شركسي الأصل اللي شارك في ثورة عرابي وقال شعر عظيم في مصر، أو زي المبدعين اللي أصولهم من بلاد مختلفة زي مثلا الشاعر أحمد شوقي. كل دي حاجات تخلينا نعرف نميز مين مصري ومين أجنبي. فلما نلاقي الحالة دي لازم نفهم إن المصري هو اللي اختار إنه لا يذكر إلا وتذكر مصر، ولا تذكر مصر إلا ويذكر هو. ودي من عظمة حضارة مصر في مراحلها المتنوعة. المصريين نفسهم بطبيعتهم أدركوا ده على مر العصور، فكان اللي بيجي لهم علشان يقهرهم ويستغلهم ويتعال عليهم يرفضوه ويقاوموه، وحتى وان قدر يفرض عليهم الحكم لقرون زي الرومان والعثمانيين او الاحتلال البريطاني او غيره، واللي يجي لهم وهو عايز يكون منهم بيضموه ويعتبروه واحد منهم. او بمعنى اوضح نقدر نقول ان المصرية او الانتماء المصري هو حالة او ارادة انتماء اكثر من كونه مجرد اصل ونسب. في حكمة بتقول إذا ضعف العقل استسلم للخرافة، ففكرة إنه يتقال إن انتقال مصر إنها تصبح جزء فاعل من الحضارة العربية والحضارة الإسلامية إن ده احتلال، فدي خرافة وكلام ملوش أساس.
وفكرة انه يتقال ان المصري طول عمره خاضع للغريب دي برضو خرافة، ومش بس خرافة، ده كمان اساءة لمصر سببها عدم فهم تاريخنا بشكل صحيح، او ممكن نصفه كمان بالجهل. السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه العرب المسلمين فتحوا مصر؟ لان في ناس بتسأل ايه اللي جاب العرب المسلمين من بلادهم وخلاهم يدخلوا مصر؟ والحقيقة المنطق ده مخالف للواقع التاريخي وقتها، واللي كان قائم على فكرة لو ما غزتش جيرانك هم هيغزوا، وان الدولة اللي ما عندهاش طموح توسعي بتلاقي نفسها في يوم واقعة تحت رحم الدولة تانية توسعية. فكان سياسة الغزو بالنسبة للدول زمان مش مجرد طمع في او سيطرة او ثروة اكتر، انما كان ضرورة لحماية دولهم، وده مبدأ أدركته الحضارات القديمة من قبل العرب بقرون. يعني مثلا زي أحمس لما أدرك أن أمن مصر بيبدأ من غزو الشام، وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني اللي مشيوا على نفس السياسة. بالإضافة لكده فالدخول العرب مصر كان جزء من حرب قائمة بالفعل بين المسلمين والروم، لأن لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعت رسوله سنة 628 ميلادية 7 هجريا لهرقل إمبراطور بيزنطة بيدعو للإسلام، استقبل الإمبراطور الرسالة بشكل دبلوماسي مهذب، لكن أحد ولاته على الشام قتل حامل رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وده في العرف الدولي وقتها معناه إعلان حرب. وفعلا خرج المسلمين وقتها في حملة سنة 629 ميلادية 8 هجرية لمعاقبة الوالي ده، والتقى المسلمين مع جيش الروم في منطقة مؤتة اللي هي في الأردن حاليا، ودي كانت بداية الحرب بين الدولتين البيزنطية والإسلامية الناشئة، لدرجة تحريض الروم بعض حلفائهم على تدبير غزو المدينة لولا استعداد المسلمين للخطة، وإفشالهم للتحركات دي بإرسال سرايا تسبق العدو وترجعه. ومعنى كل ده ان في حالة عداء وحرب موجودة بين العرب والمسلمين والروم، وده بيزود من ضرورة انك تبادر عدوك قبل ما هو يبادرك. غير كده كمان ان الروم وحلفائهم كان ليهم دور في اضطهاد القبائل اللي اعتنقت الاسلام في شمال الجزيرة العربية خلال فترة حروب الردة، فكده الحرب هتحصل ولازم حد من الطرفين يدعي التاني. ولان مصر كانت المصدر الرئيسي للتمويل البيزنطيين خاصة بالقمح، فكان لابد من انتزاعها منهم، وكمان بطبيعة الحال المسلمين كانوا بيحلموا بالسيطرة على البحر المتوسط، وبالفعل سيطروا على الشام، فما كانش ده هيكمل الا بالسيطرة على مصر، وده كان منطق العصر وقتها. وفي حاجات مهمة جدا لازم الناس تعرفها ودفاعا عن الاسلام، مفهوم ان فتح البلاد غرضه المباشر نشر الدين بيدي فكرة ان الدين انتشر بالسيف، والحقيقة ما ينفعش الدين ينتشر بالسيف، والدليل على كده ان مصر ما بقاش اغلب سكانها مسلمين غير بعد قرون. ايه ده؟ يعني الموضوع اهو ما كانش احتلال وكان فتح عربي اسلامي، وان الاحتلال الحقيقي هو اللي كان موجود ايام الدولة الرومانية. امال ليه في ناس بس كانت بتقول ان كان احتلال مش فتح؟ وده يا سيدي لو انك قريت في تاريخ البلد دي هتلاقي اللي نفسهم يوقعوها حاولوا بطرق كثيرة، واخر حل قدامهم بقى انهم يخلوا جوه البلد نضرب في بعضنا، يخلوا المسلم والمسيحي يكرهوا بعض، وحاولوا بطرق كتير على فكرة، وعملوا حوادث كتير مصطنعة علشان يخلوا المسيحي يقع في مع المسلم. في كل الحكاية ان هم دلوقتي بيرجعوا بالتاريخ علشان يجيبولنا منه اي حاجة بسببها يحصل اختلاف ما بيننا، ويقولوا بصوا يا مسيحيين شوفوا العرب المسلمين لما دخلوا مصر عملوا فيكوا ايه زمان، ده احتلال على فكرة مش فتح. فبرضو الموضوع ده ما نجحش معاهم، والمسيحيين بنفسهم هم اللي كانوا بيردوا في الموضوع ده. ما دمنا نرجع للتاريخ، مصر اصلا فرعونية. نعم. وبعدين المسيحية دخلت في مصر وصارت مصر مسيحية، وما قلناش المسيحيين غزوا اللي احتلوا مصر، ده دخلوا والناس امنت بالمسيحية وتحولت مصر بعد بعدة قرون الى المسيحية. نعم. جاء الاسلام الى مصر، ومصر كنا جاء تعب. دخل عمر بن العاص دخل مصر ومعه مجموعه بن العاص. انا حسب ما قرات في التاريخ انهم كانوا 3000 واحد، واستقبلوهم الاقباط. ايوه. انا جاء غازيا ام جاء فاتحا؟ لا، هو جاء مصر فاتح لسبب، احنا كنا تعبانين جدا من الحكم الروماني. نعم. وكانوا باعتين المقوقز والي وبطريرك في نفس الوقت، وكان مستبد وكان بيتعب جدا الاقباط،
لدرجة أن نفى البابا بنيامين إلى الصحراء بعيد عن كرسيه. نعم. عمر بن العاص لما عمر بن العاص لما دخل ولقينا أن هو قادر على استعادة البطريرك وعودته مرة تانية لكرسيه اتبسطنا جدا وقعدنا مع بعضينا. وبعد كده توالت أحداث التاريخ نيافة الأنبا وقاعدين مع بعضين. حضرتك من داخلك مقتنع أنه فتح؟ أصل كلمة فتح زي ما بقول يعني هي بمعنى ماذا؟ بمعنى إيه يعني؟ كنا قافلين الدكانة ولا قافلين البيت ولا قافلين البلد؟ لا كانت البلد مقفولة بيد الروم. معلش عشان كده بقول إيه؟ ففتحها إنها مقفول علينا طبعا من ناحية الحكم الروماني. نعم. ففتحها عمر. فتحوا دخلوا وبعدوا الحكم الروماني حاجة كويسة يعني مش ما ضايقتناش. ولسه هيدوروا ويشوفوا أي حاجة تانية بحيث أنهم يوصلوا للهدف بتاعهم وهو أن المسلم والمسيحي يكرهوا بعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.